بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. السلام عليكم. جولتنا اليوم هي عبارة عن حملة تنظيف المقابر، وهذا جزء ثاني. للعلم هذه الحملة لم تكن فوق أو على القبور، بل كانت على مناطق أخرى في المقبرة، وهذه بعض من الأهداف لحملة التنظيف. هذا العمل هو عمل تطوعي، والهدف هو لصالح مجتمعنا. وحملة التنظيف تعتبر وسيلة فعالة لجمع مجتمعنا مع بعض، وأيضا تشجيع الآخرين. وهذه بعض من الأدوات التي استعملت في هذه الحملة. في هذا الجزء ترى الوضع قبل التنظيف. وهذه هي عملية التنظيف. خليها يلا طلع علي، طلع يحطوني وأول مرة نستخدم المنفاخ للتنظيف. وهذه بعض من النفايات والقمامة. تشاهد هنا المناظر بعد التنظيف. السلام عليكم مرة أخرى. هذه نهاية حملة الجزء الثاني من التنظيف للمقابر. بارك الله فيكم وشكرا، ونسأل الله لكم الأجر والثواب بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا من جولات عامر.